فندق، فندق الحقيقة التاني في ياوندي برضو على الشاشة. فندق الفياوندي اسمه فندق مونفي بي، وده فندق حكومي ولكن تم تجديده المفروض. هو بيتميز بأنه في منطقة جميلة جدا والخضرة تحيط من كل جانب، مستوى أعلى شوية. وهو بالمناسبة فيه بالظبط، هو مرتفع شوية على جبل، وفي المنطقة دي بيقع كمان قصر رئاسة الجمهورية، والسفارة بتاعتنا لا تبعد كثيرا عنه برضه، السفارة المصرية، لأنه في منطقة يعني بيعتبر حي السفارات أو حي يعني هادي أو مخطط بشكل جيد، يعني بخلاف أحياء تانية كتيرة بتبقى عشوائية في العاصمة ياوندي. طب وترتيبات بكرة، ترتيبات بكرة، ترتيبات بكرة للمنتخب إن شاء الله، هل في مسحة تبقى أول ما نوصل هيبقى في مسحة؟ ترتيب ترتيبات المسحة ما هو يعني تمام والدنيا تمام هناك؟ طبعا طبعا طبعا، لا لا، ده اجراء بسيط وسهل، وبيتم مش بس المنتخب، بيتم لاي واصل لاي مسافر واصل الكاميرون، ده يعني قاعده لا يمكن الخروج عنها، ده موجود والاطباء موجودين، والحقيقه يبدو ان حرصوا على ان هم يخلوا كل الاطقم الطبيه موجوده علشان اكون موجود واقدر اشوفها، لان النهارده حصل كان مشكله بالنسبه للسفر، كانت غريبه شويه، ان الطياره اللي كان المفروض اجي عليها الطياره للاسف قدموا ميعادها، يعني كانت المفروض الطياره تقوم في ميعاد معين خلوه قبليها، فلما وصلت قالوا لي ده الطياره سافرت، فطبعا انا كنت في منتهى الغضب، واتصلت برئيس مجلس اداره شركه الطيران الوطنيه، والحقيقه يعني هو كسفني بذوقه، لانه بعت لي طياره خاصه خدتني من ياوندي وودتني لجروه. اتحلت الحمد لله يعني سريعا يعني. انا وصلت اهو جروه الحمد لله، فهي الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الحمد لله. طب الجاليه، الجاليه المصريه هناك، نعم الجاليه المصريه هيبقى ليها دور في في المباريات؟ احنا كمان عارفين ان مدينه جروه على الحدود النيجيريه، فهل هل ده هيبقى مؤثر في الحضور الجماهيري؟ هل يبقى الجاليه النيجيريه اكتر من هنا؟ هيبقى مؤثر لصالح نيجيريا، هيبقى مؤثر لصالح نيجيريا، لانهم اقرب ويقدروا يجوا بالسياره، انما احنا عشان نقدر نتحرك زي ما حضرتك شفت بقول لسه انا جاي بطياره، لانها اكتر من 1000 كيلو من العاصمه ياوندي. طب احنا ما عندناش حد في جروه؟ صعوبه في وصول الجاليه المصريه في جروه مش كتيره؟ لا 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 لا، عدد محدود جدا الحقيقه، يعني ما فيش غير يمكن فردين او ثلاثه او حاجه بالشكل ده. يعني يمكن يكونوا هيجوا، لان انا يعني احنا على تواصل دائم مع جاليه، وفي ناس كبيره منهم قالوا لي هنحاول نيجي، وفي حد قال لي يعني من يومين، بس انا طبعا كنت مشغول جدا ما قدرتش اتابع، انه هيطلع بسيارته يعمل 1100 كيلو، ده بياخد يوم ونص، فانا الحقيقه صعب مش قادر انا اقول، لكن انا متاكد مش متوقع عدد كبير من الجمهور يكون موجود. طب وملاعب التدريب؟ في طبعا مدير ملاعب التدريب، انا شفت الاستاد الرئيسي من الخارج، ما دخلتوش، لان زي ما قلت قبل كده كابتن محمد صلاح كان قريب موجود هنا، كابتن محمد صلاح المدير الاداري للمنتخب كان موجود هنا، وعاين بنفسه سافر جروه بنفسه، عاين الملاعب وعاين ملاعب التدريب، وكان تقريره ان هو يعني مستوى مقبول جدا للمنتخب بتاعنا ان هو يلعب في هذه الملاعب، سواء الملعب الرئيسي اللي هيتم عليه المباريات او الملعب الفرعي اللي هو الخاص بالتدريب. طب بالنسبه لمحمد صلاح، بالنسبه لمحمد صلاح بقى النجم الكبير بتاعنا، هل في اي النجم الكبير بتاعنا محمد صلاح، هل في اي اجراءات يعني مختلفه او خاصه لمحمد صلاح في اثناء البطوله؟ يعني في اي ترتيبات خاصه لمحمد صلاح؟ ما اقدرش اقول، ما اقدرش اقول غير حاجه واحده بس، انا وهي ان انا لما استقبلني محافظ جروه هنا، فبلغني ان هو تلقى اتصال من الرئاسه اللي هو نتيجة الاتصال اللي أنا كنت عملته، وإن هو بلغوه إنه لابد من إن هو يتم اتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بالمنتخب المصري وبالكابتن محمد صلاح، لكن لم يحدد بالظبط طبيعة هذه الإجراءات إيه، وأنا الحقيقة ما رضيتش أسأله، ده شغله هو المفروض فاهمه، وأنا شفت بالفعل أطقم الحراسة اللي موجودة بهذا الشكل. وبالنسبه للملعب، هو اكد لي ان الملعب متامن تماما ومفيش امكانيه لان حد من الجمهور ينزل او حاجه بالشكل، يعني في ترتيبات، في ترتيبات خاصه يعني بالمنتخب وبمحمد صلاح؟ لا لا، في ترتيبات، انا الحقيقه اللي عايز اقول عليه ده الاهم حاجه بقى، وعشان كده انا يعني يمكن سعيد بهذه المداخله انها تتم النهارده، ان من ضمن الكلام اللي قاله لي الحقيقه ان في طائره خاصه ستصل ان شاء الله يوم الاثنين بتحمل هو حسب الكلام اللي قالوا لي حوالي 30 فرد من مسؤولي الحكومه النيجيريه لمتابعه المباراه بتاعت مصر.
يعني بنتكلم على حسب كلامه في 4 وزراء وفي رئيس البرلمان وفي 2 محافظين من ليجوس ومحافظة أخرى خيرا تذكر اسمها. ده اهتمام كبير قوي بالمباراة يعني. ده احنا جايين علشان يحضروا مباراة نيجيريا مع مصر. معرفش اللي كانوا هينتظروا المباراة الثانية للمنتخب النيجيري أم سيكتفوا بالمباراة الأولى مع مصر لأنها مباراة مهمة. دي ما قدرتش أعرفها منه، لكن أنا بس اللي عايز أقول عليه إن هيكون في مسؤولين حكوميين على مستوى عالي جايين مخصوص علشان يشجعوا منتخب بلدهم في هذه المباراة الأولى والهامة جدا. وده بيعكس أهمية المباراة وإن المباراة يعني مباراة مش سهلة، مباراة صعبة ومباراة مهمة، وده بيعكس قيمة وحجم مصر في القارة الأفريقية.